قبل لا أبدأ المقطع عندنا إعلان لموقع ستيكي المعروف في بيع منتجات الويندوز والأوفيس والأمور هذه. اليوم عندهم عروض مختلفة شوية اللي هي الهالوين، زي ما انتم شايفين هنا في كود خصم مختلف هذه الفترة عندهم. طبعا الهالوين ذا معروف يعني، فيا تستخدم الكود هذا اللي موفرينه كوبي تيوز زي ما هو واضح، لكن في كود أفضل منه بيخصم 20%، هذا 18 اللي هو كودي. دحين بنجربه اللي هو نفسه المعروف اسكي دحم، هذا هو. نسوي أبلاي وشوفوا كيف راح ينزل بهذا القيمة، صار 15 دولار. راح نشتري الحين مع بعض. ترى ويندوز 10 برو هذا ابجريدبل، تقدر تسوي عليه ابجريد لويندوز 11 بدون اي مشاكل، ولكن بنشوف بعد شوي اذا تبي تشتري ويندوز 11. هذا هو، راح نشتري باي بال، وهذا شريناه، وهذا اوردر الطلب. راح تستنى 10 ثواني او اضغط على يوزر سنتر على طول يوديك هناك عشان تاخذ الكود اللي شريته توك. هذا هو بروسيسنج، ممكن تعطي 10 ثواني تسوي ريفرش، وهذا هو على طول. تسوي تضغط الزر الاخضر وخلاص هذا الكود. اذا ما انت عارف تقدر تضغط الاكتيفيشن تيبس، لكن انا راح اوريك. هذا هو الكود، كنترول سي، تكتب التفعيل في ابدا او اي سي تي اذا كان انجليزي. وهذا هو اكتيفيشن سيتنجز، راح يجيب لك هذه الصفحه. تشينج برودكت كي، تضغط تشينج، تحط الكود ونكست ومبروك عليك. طبعا عندي ويندوز مفعل والامور طيبه، فما يحتاج اني في ويندوز 11 تسوي سيرش ويندوز 11، راح يجيك هذا هو البرو او الهوم، او لكن انا افضل دائما البرو دائما عشان كل المزايا. هذا حق 5 بي سيات اغلى، لكن هذا حق بي سي واحد. نفس النظام، اسكا دحم كابيتال او سمول، راح ينزل الخصم هذا وكمل في الاوفيس. عندهم الاوفيس 2016، هذا هو سعره 32 دولار قبل الخصم، كود اصلي يقعد معك للابد مهما فرمت ترجع تحطه. هذا هو بعد الخصم، الامور طيبه وبس. هذا كل شيء خبر، بمعنى انه انفيديا تراجعوا عن اطلاق كرت 4080 فئة ال 12 جيجا بايت، لانه في كرتين من نفس الفئة 12 و16 جيجا بايت، وتكلمت عنها في ذاك المقطع حق 4090 المراجعة. انه الشركة جابت العيد، يعني ما لها داعي انك تنزل كرتين، يعني واضحة فاهم. انا اصلا من ذاك المقطع قلت لكم انه هذا المفروض اسمه 4070، الناس كلها اشتكت انه ليش ما يكون اسمه 4070 وسعره أرخص بكثير. هنا في قروشة من ناحية الاسم، الناس لخبطوا. طلعت المصيبة إنه مو فرق في رام وبس، طلع 12 جيجا بايت ضعيف، أضعف من 4080 الثاني اللي هو 16 جيجا بايت، يعني الكودا كور أقل. هذا بالعكس، هذا خطوة ممتازة إنهم يسووا، رجعوا الكرت ذا خلاص ما يبيعوه، الحين بس 4080 نسخة واحدة 16 جيجا بايت. هذا والله أعلم، أنا أتوقع قدام بعد شهرين كذا راح ينزلوه على إنه 4070. نفس الكرت بس اسم ثاني 4070 وارخص في السعر، الله اعلم، نشوف. هذا توقعات بس، لانه ما ينفع انه يكنسل الكرت فجاه، راح يستبدله باسم ثاني. هذه نقطه عشان اذا ما كنت في الصوره، هذا في انفيديا من الموقع الخبر الرسمي، هو كاتبين انه اذا انت مستعجل وما ادري 4090 موجود يسوي يقول بطريقه، و 4080 هو الكرت المناسب للجيمرز، راح ينزل 16 نوفمبر، فاستنوا شهر. المصيبه دحين اللي بتكلم عنها في ذا المقطع، خلاص انا دحين خلصت الخبر، دحين 4090 شوف كم سعره صفق يا جماعه الخير، صافق 9000 ريال على امازون السعودي. 4090 قيمته 9000 ريال، 9000 8000 وكسور 9000، يعني سلامات. و 3090 تاي برضه ارتفع سعره ترى بالمناسبه 4000 وشي، دحين شوف صار 5000، زاد 1000 ريال، بس 4090 شطح كثير. حتى في المواقع الاجنبيه نازل بسعر رسمي لكن اصلا ما هو موجود، هذه الكارثه الثانيه انه ما في، يعني ويتنج ليست اوت اوف ستوك، منتهي الكارت. فعندك باصتين اللي يدور ذا الكروت ما هي موجوده، وإذا لقيتها راح تلقاها بدبل سعرها. بصراحة ماني مهتم ايش السبب الحقيقي، ماني مهتم، بس اللي اعرفه انه الكروت ارتفع سعره. 4080 كويس انه راح نستنى عليه شهر، لانه اول ما ينزل ممكن الموضوع ذا يتغير، ممكن ما يتغير، ما ادري، نشوف في وقتها. وعندكم اخر باصة بتكلم عنها في ذا المقطع اللي هو 4090، وتراني بعته، شوفوا ما هو موجود الكرت عشان اكون واضح على بلاطة. اللي ما تابعني في سناب يعني هناك تفوتك الامور الحلوه. ف 4090 تراه كرت، انا رايي الشخصي، رايي اللي من الاخر، الكرت ما هو لي، الكرت حق ناس يلعبوا 4K، ناس يلعبوا 8K، ما عندنا شاشات 8K. انا متاكد ولا واحد فيكم عنده شاشه 8K للان 60 هرتز، فما هو موجه لفئتي كجيمر، وواحد يبى فريمات برضو على 2K برضو ما هو موجه لي. 3090 Ti ولا غلطة معاي على 2K فريمات كثير، 100 وشي على طول، 165 يقفلها. فكرت زي هذا ما هو لي، بالعكس قيمة اللي وراه هي اللي أبغاه، ما أبغى كرت بالفريمات هذه.
ايش الفايده يكون عندي 200 فريم في الاخير انا الريفرش ريت حق شاشتي 120؟ ايش الفايده؟ ففعليا خذ يعني نصيحه هذه، خذ الكرت اللي مناسب مع شاشتك، ريزولوشن شاشتك والريفرش ريت حقك، لا تاخذ اقوى كرت في الاخير اصلا كذا على الفاضي، يعني ما راح تستهلك 9000 ريال على ايش. بالمناسبه استنوا مقطع عن البي اس 5 مقارنه مع التجميع البي سي يعني بشكل عام، لانه راح يكون مقطع حساس وفي كلام حقيقي يعني من تجربتي سوني 5 بعد سنتين. هو الشيء اللي يقهر في الموضوع انه 4090 المفروض يكون يعني انا تكلمت على هذا الموضوع في سناب شات بعد تجربة 4090 ولاحظت انه يعني شفت في المقطع يعني قلت الفرق عادي عن الجيل اللي قبل، لانه من جد يا اخي هذا اقوى كرت الحين، خلاص هذا اقوى كرت نزلته انفيديا، المفروض هذا الكرت مو يكون على 4K 120 هرتز يقفلها وما ادري ايش. يا ابوي 4K من 2016 يعني يتم التسويق له، حتى لو العاب حديثه نزلت دحين ال 4K ما هو شيء جديد، يعني من ايام كرت 1080 تي ويسوي يقولوا. ففعليا ال 4K 120 هرتز الان المفروض في 2022 يكون اضعف فئه او الفئه المتوسطه من 40، يعني مثلا 40 80 يا ابوي 40 70 هو اللي يضمن لك ال 4K 120 هرتز، مو اقوى كرت اغلى كرت كذا 40 90 الفئه الجامده دائما ويلا الخراج 120 4K وباوكي بعض العاب 150 140، بس يعني يظل مفروض انا اللي ابغاه من ذا الكرت ال 4K عليه 170 فريم 180 فريم مضمونه كذا، ما اقول لك 200 يا اخي 180. يصير الواحد يقدر يختار اذا يبى 4K 120 يكون فعلا جيل شاطح قوي فاهم، يكون ال 4K 120 خلاص 40 80 خذه، ما يحتاج اخذ 90، لا الحين لازم تاخذ 90 عشان تضمن ال 120 يعني فاهم. الموضوع يقهر من ذي الناحية انه الجيل جديد بس ما هو جيل شاطح، جيل عادي يعني. يعني 40 80 هذا اللي سووا له انلانش تراه في البنش ماركات اضعف من 30 90 تي اي، عشان كذا سووا له انلانش اظن، لانه فعلا ما حد راح ياخذ ذا الكرت على اسمه. فهذه كل الحوسه اللي صايره في عالم الكروت، نستنى بعد شهر لما ينزل 40 80 نشوف ايش وضعه. يعطيكم العافيه، شكرا لكم، السلام عليكم.